قال سائل يقول: ينتشر في بعض وسائل التواصل من يقول: أين أنتم يا علماء السنة مما يحصل في حلب؟ لن نسمع لكم بعد الآن إذا لم تنصروهم، فما توجيهكم وفقكم الله؟ كيف ننصرهم؟ يعني نروح نحمل سلاحنا ونروح لمهم؟ ايش معنى هذا؟ الدعاء لهم مبذول، هذا ندعو لهم، وأما غير هذا ما نملك نصرتهم بالسلاح نعم.